بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. موالي لا أحصي ثناكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم. مساكم الله بالخير أعزائي مشاهدي قناة فدك، وتقبل الله أعمالكم وصيامكم وركوعكم وسجودكم. نستضيفك إن شاء الله، نرحب فيكم في هذا البرنامج، ونستضيف سماحة الشيخ ياسر الحبيب في ليلة رمضانية من الليالي الرمضانية المباركة. ونستقبل سماحة الشيخ، مساك الله بالخير سماحة الشيخ. مساكم الله بالخيرات، حياكم الله. الله يحييك ويبجيك إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، إن شاء الله نبدأ كالمعتاد بورقة بحث يطرحها سماحة الشيخ، وبعد ورقة البحث إن شاء الله نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على ورقة البحث إن شاء الله، على الأرقام التي ستظهر على الشاشة. تفضل سماحة الشيخ. أحسنتم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين. لم يعد خافيا على أحد من أبناء الأمة الإسلامية أن الرافضة، أعني شيعة أهل البيت الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، يرفضون كل طاغوت، كل حاكم جاء بعد النبي صلى الله عليه وآله وهو مسلوب الشرعية. لم يعد خافيا عليكم أننا مثلا نرفض أبا بكر وعمر، ونرفض الترحم عليهما أو الترضي عنهما. لا نقول عنهما رضي الله عنهما، بل على العكس من ذلك، لأنه قد ثبت لدينا ظلمهما ونفاقهما، فإنا نلعنهما وننال منهما ونبرأ إلى الله تبارك وتعالى منهما. بقايا أبناء عائشة ينكرون علينا هذا الموقف الإسلامي المبدئي العظيم، ويحاسبوننا على أننا نرفض الترضي على هذين المنافقين، وكذا على جماعة من المنافقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ويتذرع بقايا أبناء عائشة بذرائع واهية سخيفة للإبقاء على احترام هذه الشخصيات التي هي ليست جديرة وأهلا لأن تحترم. من جملة ما يحتج به بقايا أبناء عائشة علينا نحن المسلمين في هذا الشأن، الاحتجاج بهذه الآية الكريمة التي جاءت
في سورة الفتح، وهي قوله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يقول بقايا أبناء عائشة أن هذه الآية الكريمة تثبت رضا الله تبارك وتعالى عن أبي بكر وعمر، لأن الإجماع قائم على أن أبا بكر وعمر كانا من جملة من بايعا تحت الشجرة في صلح الحديبية. والآية صريحة في أن الله تعالى قد رضي عن هؤلاء، فكيف لا تترضون أنتم عنهم؟ كيف ترفضون هذا الترضي الإلهي الذي نزل في القرآن الحكيم عليهم؟ ويحتج بقايا أبناء عائشة في هذا السياق أيضا بعدد من الأحاديث التي يروونها والتي تفيد أن جميع من بايعوا تحت الشجرة مشهود لهم بالجنة مغفور لهم، وأن هؤلاء لا يمكن أن يكون أحدا منهم مستحقا لدخول النار. من بين تلك الأحاديث التي يحتجون بها هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي في سننه ورقمه 3825، وأحمد في مسنده ورقم الحديث عنده 14485، وهذا الحديث صححه الألباني برقم 3860. والحديث هو عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. فيقولون إذن كل من بايع تحت الشجرة محال أن يدخل النار، ومن هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة أبو بكر وعمر، فالواجب إذن أن نشهد لهما بالجنة وبشفاعة تلك الآية الكريمة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، نترضى عنهما ونؤمن بأنهما من أهل الجنة. هنالك حديث آخر يستثني رجلا واحدا فقط من جملة الحاضرين في صلح الحديبية، في بيعة الشجرة، في بيعة الرضوان، يستثني هذا الرجل فقط من أن يكون مشهودا له بالجنة أو مؤكدا غفران الله عز وجل له ورضوانه عليه. هذا الحديث يرويه مسلم في صحيحه برقم 4992، وفيه في ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله يخاطب أصحابه في الحديبية قائلا: وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. أما الترمذي في سننه ورقم الحديث 3828، فاللفظ فيه قول النبي صلى الله عليه وآله على ما ينسبونه إليه: ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر.
إذن على هذا ليس كل من بايع تحت الشجرة وكل من حضر صلح الحديبية يدخلون الجنة ومغفورا لهم ومشمولا بقوله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وإنما هنالك رجل واحد فقط على ما ترويه البكرية، هذا الرجل مستثنى من هذا الرضوان ومن هذا التأكيد على دخوله الجنة ومن هذا الغفران، ألا وهو صاحب الجمل الأحمر. من هو صاحب الجمل الأحمر هذا؟ إنه أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقال له الجد بن قيس. والسبب في استثنائه مروي في مصادر أهل الخلاف كذلك. على سبيل المثال، في مسند أحمد أخرج هذا الحديث برقم 14961 عن أبي الزبير عن جابر قال: كان العباس آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله يواثقنا، أي في بيعة الشجرة، فلما فرغنا، أي لما فرغنا من البيعة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أخذت وأعطيت. قال، أي أبو الزبير: فسألت جابرا يومئذ: كيف بايعتم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أعلى الموت؟ هل بايعتموه على أن تموتوا في سبيل الله؟ قال: لا، ولكن بايعناه على أن لا نفر، لا نفر من الزحف. قلت له: أفرأيت يوم الشجرة؟ قال: كنت آخذا بيد عمر بن الخطاب حتى بايعناه، أنا أخذت بيد عمر بن الخطاب وجئت به إلى النبي صلى الله عليه وآله حتى يبايع، لأن عمر كان قد أجلب على النبي صلى الله عليه وآله حينها، فعمار هو الذي أخذه بيده أو أخذه من يده حتى يدفعه دفعا إلى مبايعة النبي صلى الله عليه وآله. قلت: كم كنتم؟ كم عددكم في هذه البيعة، بيعة الشجرة؟ قال: كنا 1400، يعني 1400، فبايعناه كلنا، كلنا نحن بايعنا النبي، إلا الجد بن قيس اختبأ تحت بطن بعير. هذا هو صاحب الجمل الأحمر، يقال أنه لم يبايع النبي صلى الله عليه وآله واختبأ تحت بطن بعيره، ويقال كذلك في بعض الروايات الأخرى أنه كان ينشد بعيره، أي كان يبحث عن ضالته، أي عن بعيره هذا، وقيل له: اترك بعيرك فليذهب في الصحراء وتعال وبايع النبي صلى الله عليه وآله، فقال: ما مضمونه؟ أنه لأن أحصل على بعيري خير لي من بيعة صاحبكم. على كلا الفرضين نحن لا يهمنا التفصيل، المهم عندنا هنا أن الجد بن قيس هذا هو الوحيد المستثنى من بيعة الرضوان، أما البقية فجميعهم بايعوا. في تفسير الطبري ورقم الحديث هناك 29131، قال: كان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبايعنا على الموت، ولكنه بايعنا على ألا نفر، فبايع رسول الله الناس ولم يتخلف عنه أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة. يؤكد جابر هنا
أن جميع المسلمين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله في يوم الحديبية، في بيعة الشجرة، في بيعة الرضوان، ولم يتخلف عن ذلك أحد من المسلمين إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة. كان جابر بن عبد الله يقول: لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته قد اختبأ إليها يستتر بها من الناس. أيضا يؤكد ابن حبان في كتابه الثقات في الجزء الأول الصفحة 303 أن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وفيهم أبو بكر وعمر بايعوه في الحديبية إلا الجد بن قيس، فيقول: فبايعه الناس كلهم غير الجد بن قيس. بناء على هذا ونحن نقر أن أبا بكر وعمر ممن بايع النبي صلى الله عليه وآله في بيعة الحديبية تحت الشجرة التي تسمى بيعة الرضوان، ولا نرفض هذه الحقيقة، ولكننا نرفض أن يرتب على ذلك اليقين بأن جميع من بايعوا النبي صلى الله عليه وآله في تلك البيعة مشمولون بهذا الرضا الإلهي، وأنهم جميعا يدخلون الجنة ومغفورا لهم إلا الجد بن قيس. لماذا؟ دققوا جيدا، وأرجو من المخالفين وذوي الألباب منهم أن يلتفتوا إلى كلامنا جيدا. الروايات ذكرت أن جميع أصحاب النبي، جميع المسلمين، لم يتخلف أحد عن البيعة إلا الجد بن قيس الذي رمي بالنفاق أنه كان من جملة المنافقين. ورواياتكم تقول كذلك: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. هذه رواية الترمذي وأحمد، ولكن هنالك رواية أخرى في مسلم وفي الترمذي أيضا أنه لا يدخل النار أحد من بايع تحت الشجرة، أو لا يدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر. إذن فقط صاحب الجمل الأحمر مستثنى. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن جميع أصحاب النبي بمن فيهم المنافقين لا بد أن يدخلوا الجنة إلا هذا المنافق الذي هو صاحب الجمل الأحمر الجد بن قيس، وهذا لا يمكننا أن نقول به. على أقل تقدير من جملة أولئك الذين بايعوا تحت الشجرة كان عبد الله بن أبي ابن سلول الذي يعرف بأنه كبير المنافقين، كهف المنافقين. هذا من جملة من بايعوا تحت الشجرة. الروايات تقول، رواياتكم أنتم المعتبرة الصحيحة، لم يتخلف أحد عن بيعته صلى الله عليه وآله إلا الجد بن قيس. إذن معنى ذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول كان يقينا من جملة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله تحت الشجرة. فهل نشهد لعبد الله بن أبي بن سلول المنافق لعنه الله، هل نشهد له بالجنة؟ هل نقول إن الله تعالى رضي عنه وأثابه؟ لا يمكنك أن تدفع حقيقة أن عبد الله بن أبي بن سلول كان من جملة المبايعين للنبي صلى الله عليه وآله على الشجرة، تحت الشجرة. لماذا؟ لأن الروايات لا تستثنيه
إنما تستثني فقط الجد بن قيس الأنصاري، هذا فقط. أما عبد الله بن أبي بن سلول فلا تستثنيه الروايات. بل أزيدك، إنه جاءت روايات تؤكد حضور عبد الله بن أبي بن سلول في بيعة الشجرة، أنه كان حاضرا في ذلك الموقف وبايع، وأنه لم يكن غائبا عن هذا الموقف، ذكرت اسمه في عداد أصحاب الشجرة. من تلك الروايات ما جاء في مغازي الواقدي في المجلد الثاني الصفحة 605، قال الواقدي: حدثني جابر بن سليم عن صفوان بن عثمان قال: فكانت قريش قد أرسلت إلى عبد الله بن أبي. هنا يتحدث الواقدي عن صلح الحديبية، يقول: كانت قريش قد أرسلت إلى عبد الله بن أبي: إن أحببت أن تدخل فتطوف بالبيت فافعل. قريش أرسلت إلى عبد الله بن أبي أنه: أنت وحدك إذ نسمح لك بدخول مكة، أما محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه لا نسمح لهم، فإذا أنت أردت أن تدخل وتطوف في البيت نسمح لك. وابنه جالس عنده، ابن عبد الله بن أبي بن سلول، ويقال له هو أيضا عبد الله. هذا كان رجلا قد حسن إسلامه على ما يروى. وابنه جالس عنده، فقال له ابنه: يا أبتي، أذكرك الله أن تفضحنا في كل موطن، تطوف بالبيت ولم يطف رسول الله؟ يعني أحذرك، أذكرك، أناشدك أنه أنت تفضحنا وتثبت نفاقك يوما بعد يوم، فتقبل دعوة قريش بأن تطوف بالبيت ورسول الله محروم من ذلك، أو ممنوع من ذلك، أو مصدود عن ذلك، فلا تفضحنا. أتطوف بالبيت ولم يطف رسول الله؟ فأبى ابن أبي، ابن أبي أبى ذلك، أبى دعوة قريش، وقال: لا أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وآله. ما دام رسول الله لم يطف، مع أنه هذا منافق كان، ولكن قبل نصيحة ابنه، قال: لا أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وآله. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله كلامه ذلك فسر به. النبي بلغه كلام عبد الله بن أبي بن سلول وموقفه هذا وامتناعه عن قبول دعوة قريش له بأن يطوف بالبيت، فسر بموقفه وبكلامه هذا. هذه الرواية تثبت أن عبد الله بن أبي بن سلول كان حاضرا في ذلك الموقف في الحديبية، وكان ممن بايع تحت الشجرة، وهو من أصحابها. هذا دليل خاص يثبت حضوره. والدليل العام الذي ذكر عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في روايات كثيرة انتقينا منها ثلاثا، تثبت أن هذا الرجل كان كذلك حاضرا، لأنه لم يستثن إلا الجد بن قيس. فإذا لا محالة يكون عبد الله بن أبي بن سلول حاضرا ومبايعا تحت الشجرة. طيب، فإذا سلمنا بهذه الروايات المكذوبة التي وضعت على لسان النبي صلى الله عليه وآله، والتي يقال فيها أنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، إذن محال أن يدخل عبد الله بن أبي بن سلول في النار. واليوم الواجب يكون، إن سلمنا بهذه الروايات، الواجب يكون على كل مسلم ومسلمة أن يقول: سيدنا عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه وأرضاه. هكذا ينبغي أن يعبر عنه، وهذا مخالف للإجماع.
إجماع الأمة قائم على أن عبد الله بن أبي بن سلول منافق وهو في النار. فما دام الإجماع على أنه في النار وهو ممن بايع تحت الشجرة، وعندنا طائفة من الروايات تقول أن كل أهل الشجرة، أهل أصحاب بيعة الشجرة كلهم في الجنة إلا واحد وهو الجد بن قيس، نعلم إذن أن هذه الروايات إنما هي موضوعة على لسان النبي صلى الله عليه وآله، وإلا نشك في نبوة رسول الله. كيف يقول كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر الجد بن قيس، ومن هؤلاء جماعة من المنافقين نشهد لهم بالنار، ومنهم كبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول. كيف يقول ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر، ومن هؤلاء الذين بايعوا تحت الشجرة كهف المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. فأنت الآن بين أمرين، أن تشك في نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله والعياذ بالله، أو أن تكفر بهذه الروايات وتقول هذه وضعتها الطائفة البكرية للحكم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله بالجنة، وفيهم المنافقين أمثال أبي بكر وعمر، ولكن لم يلتفتوا إلى أن من جملة أولئك أيضا ما عليه الإجماع أنه منافق، من عليه الإجماع أنه منافق وهو عبد الله بن أبي بن سلول، ولو التفتوا إلى ذلك لاستثنوه أيضا على أقل التقدير، ولو استثنوا أيضا جماعة من المنافقين المعروفين بالنفاق. جابر بن عبد الله الأنصاري يقول لم يتخلف أحد إلا الجد بن قيس، لم يتخلف أحد عن البيعة. إذن من هذا نفهم أولا أن هذه الأحاديث مكذوبة على النبي، فإذن لا يمكن أن نعول عليها في الحكم على أبي بكر وعمر أنهما في الجنة، لا يمكن. هذه الأحاديث ساقطة، أنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، هذا لا احتجاج به. إذ ثبت أنه من بين من بايعوا تحت الشجرة ولا أقل من واحد اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، هذا يكون من أهل النار. فإذا هذه أحاديث موضوعة، وإن صححها أهل الخلاف، وإن صححها الترمذي، وإن صححها الألباني، هؤلاء يصححون عن جهل وعن عدم تأمل، ويصححون ما فيه تقوية مذهبهم، وإلا العقل والمنطق والأسلوب العلمي في التمحيص الروائي يمنع تصحيح مثل هذه الروايات. إذن هذه الروايات ساقطة. تبقى عندنا الآية الكريمة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يقول أهل البدعة أن جميع من بايع تحت الشجرة بموجب هذه الآية الكريمة مرضي عنهم، لقد رضي الله عنهم جميعا ومشهودا لهم بالجنة بموجب هذه الآية الكريمة وبدلالة الروايات. أما الروايات فقد سقطت بحمد الله تعالى، وعلمنا أنها مختلقة. يبقى تفسير هذه الآية. لو قلنا إن المراد من هذه الآية أن الله تعالى ينبئنا أنه قد رضي عن جميع من بايع تحت الشجرة، إذن عبد الله بن أبي بن سلول يكون من المرضي عنهم، وهذا لا يقوله مسلم، لا يقول مسلم هذا. المسلمون لا يترضون عن عبد الله بن أبي بن سلول لثبوت نفاقه، الأمر واضح. إذن كيف يمكن تفسير هذه الآية؟ أن هذه الآية لا تفيد أن جميع من بايع تحت الشجرة الله قد رضي عنهم، وإنما فئة منهم فقط
وهم المؤمنون الذين علم الله ما في قلوبهم من الإيمان والإخلاص. فئة للجميع، وهذا ظاهر في نص الآية الكريمة، ولكن على قلوب أقفالها لا تتدبر ولا ترى. إن الله لم يقل في هذه الآية لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، لم يقل هكذا، لاحظوا جيدا، ما قال لقد رضي الله عن الذين يبايعونك يا رسول الله تحت الشجرة، وإنما قال لقد رضي الله عن المؤمنين الذين، عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لا بد من أن نخصص هذا الرضا الإلهي ونجعله منحصرا أو مقصورا على المؤمنين، أي المؤمنين الحقيقيين، حتى نخرج أمثال عبد الله بن أبي بن سلول الذي ثبت نفاقه، حتى نخرج صاحب الجمل الأحمر الجد بن قيس، وحتى نخرج غيرهم. هنالك أسماء عدت من المنافقين كانوا حاضرين مع النبي صلى الله عليه وآله في هذه البيعة، وهم مشهورون بالنفاق، معروفون بالنفاق، ترجم لهم، ارجعوا إلى كتاب الإصابة مثلا في معرفة الصحابة تجدون أسماءهم مذكورة. أنا فقط نقلت لكم أو جئت لكم بمثال واضح الجميع يعرفه، لأن الاسم الذي يتردد عادة كمثال عن شخصيات المنافقين ابن سلول معروف، ذكرته لكم. وجئت بمثال آخر وهو الجد بن قيس. الجد بن قيس هو الوحيد الذي استثنته الروايات، فإذا ابن سلول يكون ماذا؟ داخلا في الرضا الإلهي؟ لا يقول ذلك أحد. إذن حتى نخرج عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله لابد من أن نفسر الآية الكريمة على هذا الوجه، لقد رضي الله عن المؤمنين، أي المؤمنين حقا لا المنافقين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، يعني علم ما في قلوبهم من الإخلاص. وهذه قرينة كذلك على أن المراد بالمؤمنين من؟ الذين بايعوا عن صدق وإخلاص، من قلوبهم بايعوا، لا فقط بألسنتهم وبأيديهم. المنافقون بايعوا فقط بألسنتهم وأيديهم لا من قلوبهم. لقد رضي الله عن المؤمنين فقط إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذن الآية لا تقول لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة كلهم، لا تقول الآية هذا، وإنما تخص المؤمنين فقط الذين علم الله ما في قلوبهم من الصدق والإيمان والإخلاص. وبهذا نخرج عبد الله بن أبي بن سلول. أما لو أخذنا بوجهة نظر الطائفة البكرية فعبد الله بن أبي بن سلول التي تفسر هذه الآية على أن المراد جميع من بايع إلا صاحب الجمل الأحمر، فإذا يدخل عبد الله بن أبي بن سلول في جملة المرضي عنهم، وهذا لا يمكن. فإذا لابد من التخصيص. فمن يثبت نفاقه نخرجه عن هذه الدائرة، فلا يصح لكم أن تحتجوا علينا أنه لمجرد حضور أبي بكر وعمر بيعة الشجرة إذن لابد أن نحكم عليهم أنهم في الجنة، أو نشهد لهم بالجنة ونحكم بأنهم ممن رضي الله عنهم ونقول رضي الله عنهم وأرضاهم. ليس مجرد حضورهما كاف في إثبات ذلك، وإلا لكان مجرد حضور عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة المنافقين في بيعة الشجرة كافيا للترضي عليهم، وهذا لا يقوله مسلم. إذن لابد أن ينتقل النقاش إلى البحث في كل شخصية من هذه الشخصيات التي بايعت تحت الشجرة،
ونبحث هل أن هذه الشخصية بايعت صدقا وإخلاصا أم نفاقا. نلاحظ العلامات، علامات النفاق موجودة أم لا. فحين نفتش في أمر أبي بكر وعمر نجد أمارات النفاق وعلامات النفاق لائحة عليهما. على سبيل المثال في نفس الحديبية نقرأ في الروايات التي نقلناها أكثر من مرة في سلسلة محاضرات كيف زيف الإسلام وغيرها أن عمر بن الخطاب شك في نبوة النبي صلى الله عليه وآله وشك في الإسلام يوم الحديبية واعترف بذلك. هذه أمارة من أمارات النفاق، هذه علامة من علامات النفاق، هذه صفة من صفات المنافقين يعترف بها عمر بن الخطاب. فمن هنا نعلم بأن الرجل منافق بيعته تحت الشجرة ليست بشيء. هذه الآية الكريمة لا تتحدث عنه، تتحدث عن المؤمنين الذين علم الله ما في قلوبهم. فلا تتحججوا بأمثال هذه الآيات الكريمات وأنتم لا تفقهون حتى معناها. تجي تدوخ العالم، كيف أنت تلعن أبو بكر وعمر وما تترضى عليهما والله رضي عنهما في بيعة الشجرة؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. تعال أولا اثبت أنه هل كل من بايعوا تحت الشجرة كانوا مؤمنين أم كان فيهم المنافقين؟ إذا قلت كلهم وأخذت بتلك الروايات المختلقة الموضوعة التي تقول كلهم في الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر، إذن حتى عبد الله بن أبي بن سلول يجب عليك أن تترضى عنه وتقول رضي الله عنه وارضاه، وأنت لا تقول ذلك. إذن النتيجة هي هذه، هذه الآية لا يمكن الاحتجاج بها في رد تهمة النفاق عن أبي بكر وعمر، إنما لابد من البحث في الموضوع نفسه، موضوع النفاق والإيمان. تعالوا نبحث في هذا. ثم هذه الروايات التي وضعت على لسان النبي صلى الله عليه وآله أنه كل من بايع تحت الشجرة مغفور له ويدخل الجنة ولا يدخل النار محال إلا صاحب الجمل الأحمر، هذه أيضا روايات موضوعة. وموقف الشيعة هو الموقف العلمي الصحيح الذي بموجبه يفهمون آيات القرآن الحديث، آيات القرآن الكريم على وجهها على تفسيرها الصحيح، ويفهمون الحديث الشريف كذلك على وجهه وتفسيره الصحيح، وينقحون الأحاديث يغربلونها يمحصونها ليميزوا ما كان موافقا للقرآن وموافقا للعقل يأخذون به وما لم يكن لا يأخذون به. أحسنت. من كان قادرا على رد هذا الكلام منا فليتفضل. أحسنت، طيب الله أنفاسكم سماحة الشيخ على هذه ورقة البحث الطيبة، وإحنا نوجه بدورنا السؤال إلى البكرية الذين يدافعون عن صحابتهم أن يناظرون أو يستشكلون على كلام الشيخ، ونعطيهم المجال المفتوح دائما. نأخذ البداية اتصال من الأخت أم أحمد من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم سيد عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيك وطيب الله أنفاسك، ونشكرك جزيل الشكر على توظيف. عليكم السلام ورحمة الله. عائشة، لأن صراحة شيخنا ما كنا في البداية نعرف، يعني كنا مثل ما يقولون لا شعر أنك رحها، بس في الواقع ما نعرف كيف السبب يعني. شكرا جزيل الشكر للتوضيح. وعندي سؤال بسيط، وهو أن بس نعرف شنو أفضل الأعمال في رمضان. يعني أنا أعتقد أن سمعنا رواية عن الإمام جعفر الصادق أو الإمام أبي بكر ما أدري، بس أنه يعني هل يستحسن قراءة القرآن أم الأدعية مثل أبي حمد الشمالي والأدعية الباجية؟ بس بقينا هذا السؤال، مشكورين وما قصرته، ويطول إن شاء الله عمر شيخنا. حياك الله. بس بقيت شيخ شغلة، أن إحنا صراحة للأسف ما كنت نعرف يعني قيمتك أثناء وجودك في الكويت. للأسف يمكن لحداثة سنة ما كنا نعرف، لو كانوا الإعلام بطريقة مثل ما تعرف الإعلام الكويت كلام ذكي جدا، فكان
يعني يخفيك بطريقه ما كنا نظهر او ما كنا نعرف بمعنى اصح الا يعني الجزء مثل ما يقولون الـ يعني بايخ عنك، فسامحنا ولا شاء الله فديتك فديتك بارواحنا. الله يخليك. يعني احنا عائله انا اقول يعني احنا عائله كبيره وكان وقفنا معك موقف رجال حريم وريالين، فسامحنا ونطلب منك انك تبرئ ذمنا. الحين حاليا اللي نقدر عليه صراحه ان احنا نسبورت يو بحدك يعني. ونحاول بكل ما أتينا من قوة والله أني بارك الله بكم ننشر القناة بطريقة أو بأخرى. أحسنتي. نشكركم جزيل الشكر على هذه القناة وبارك الله فيكم وأعرف أبواني عليكم. حياك الله أختي محمد ونشكر لك إيمانك وصدقك إن شاء الله، وأحس أن كلامك فعلا طالع من القلب. نشكرك على غيرتك على الحق إن شاء الله. ناخذ سيد علي من الحجاز. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير والعافية. حياكم الله. أنا بس برد على اللي تكلم الباحث عن عائشة غير عليها اللي هو من السعودية اسمع علي. نعم. أقول له يعني شو اسمه وين أعظم اللي هي جريمة الزنا وجريمة خروجها على وصي خاتم الأنبياء وسيد الخلق أجمعين ونفس رسول الله بنص القرآن الكريم، وتسببت بقتل المئات أو الألوف من المسلمين، والنتيجة واحدة هي عائشة في قاع جهنم. زين، وأما المالكي الغيور على عائشة أمه عائشة ليش ما يغار على ملايين الأرامل واليتامى؟ أحسنت أخوي سيد علي. زين دقيقة بس، واليتامى والمهاجرين من العراقيين وسرقة أموال العراق وحرمان أهله، هذه كلام هذا يقوله عن عائشة؟ عائشة بالنتيجة الله يحشره وياها في قاع جهنم. رحم الله والديكم جميعا. حيا ورحم الله والديكم. شوف أسلافهم، شوف الحين قاعدين وش يسووا فينا في البحرين وفي كل مكان. الله يعينكم إن شاء الله، الله يعينكم والله يعينكم. رحم الله والديكم. إن شاء الله كل من يترضى على عائشة وكل من يقول عائشة أم المؤمنين وكل من يقول سيدة الله يحشرها، أدعي الله بهذه الليلة الفضيلة إنه يحشرها مع عائشة إن شاء الله في حفرة واحدة. يوسف من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم. عفاك نتكلم مع الشيخ. السلام عليكم، تفضل. ونشكركم على هذا البرنامج. الشكر لله حبيبي. وهذا النزاعات في الإسلام وهذا المشاكل وهذا زعما نتصالحوا ماشي نتخاطوا بيناتنا، خصنا نقولوا واحد الكلام اللي ما يجرحش. هذا السنيين إلا غلطوا الشيعة يقعدوا معهم على الطويلة، انتم ما عندكم هذا الخطا وانتم ما عندكم هذا الخطا، وباش نتشتموا هكا راه ما وهذا الشيء اللي بغاو اليهود باش نتزلعوا باش ما نكونوا حتى قال لك احنا نتجمعوا نتفقوا بيناتنا ونكونوا واحد، ما كانش لا فرق لا بين ابيض ولا الاسود ولا العجم الا بالتقوى. الشيخ تقول الايه القراني ماشي هنايا تقول، ولا عيط لواحد من العلماء السنه وتحاور معاه باش ما تخرجوش هكا لبرا في الاذاعه ويشوفوكم الناس هذا يشتم من هذا وهذا يشتم من هذا. انا في ظني ماشي مزيان هكا، واسمحوا لي زعما الى بهذه المداخله. احسنت. لا ان شاء الله توصل. نحترموا بزاف، يخصو يكون عاقل وما يجح. احنا 1400 عام هادي والصحابه كان بغيوهم وما كانش حتى عام اللي سمعنا الشيعه الصحابه ماشي مزيانين منافقين وماشي بعد الطريقه باش ننجحوا. وإذا بغيتونا هذا يشتم هذا راه ما نعمرو نكونوا الاسلام غادي يمشي لا عندكم ولا عندنا. ايوا إذا بغيتوا باش نلموا الاسلام بالمحاورة، يعني راك تشوف هذا النزاعات في العالم العربي علاش ما كانش الحوار؟ الحوار يكون بيناتنا. إذا أنت خاطئ نقول لك
الجيه فلان راك خاطي. وين انا خاطي تقول لي فلان انت خاطي في هذه الطريقه ولا في هذه باش نتلموا للشمل ماشي نديروا لي دعات للتلفازات باش نشتتوا الشمل لا نديروهم باش نجمعوا الشمل. الشيخ يقول اجي والسنه عندكم في هذا الحديث غلط هكا وهكا 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 راه جيبوا لنا الدليل واش صحيحه ولا ماشي صحيحه. والشيعه السنه يقول الشيعه جيبوا لنا ذاك الحديث الى الحديث الى فيها الاخر ونتناقشوا بيننا ونجمعوا باش نكونوا واحد ان شاء الله. على هذه الطريقه راه ما عمرو نتفقوا ان شاء الله. بارك الله فيك اخو يوسف ان شاء الله وصلت فكرتك. قلت انا كنعرف مزيان النبي صلى الله عليه وسلم وكيشاور خادمه خادمه تيشاوروا لك الرسول ان شاء الله صلى الله عليه واله الدم ديالي ويقول له واش هذه مزيانه ولا مزيانه على حق ما كيقول يشوف العيب ديال الاخر غير اللي تيتفرج فيه ماشي هو اللي كيهضر راه اللي تيتفرج فيه اللي تيشوف العيب ديالو. وخصنا نقولوا واحد الكلام اللي نتجمعوا فيه جميع ان شاء الله. بارك الله فيك وطيب الله يحفظكم ونشكركم على هذا البرنامج. حبيبي كلامك طيب وان شاء الله نحول ملاحظتك ومداخلتك للشيخ وان شاء الله يرد عليه ونشكرك على اتصالك. وناخذ اتصال من ابو محمد من السويد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل اخوي محمد. شكرا لك اخ عبد الله تحياتي لك بهذا الشهر الفضيل. الله يخليك. تحياتنا للشيخ العزيز المنور. تقبل الله اعمالكم ان شاء الله. شكرا لك نتمنى لكم الموفقيه بهذا الشهر. الله بارك الله بكم. شكرا لك شيخنا العزيز. الحقيقه انا السؤال اللي محيرني يعني واللي اتابع الدفاع المستميت خاصة في هذا الشهر يعني وخاصة على بعض القنوات الدفاع المستميت عن هؤلاء الأربعة يعني أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة يعني هؤلاء الدفاع مستميت عنهم وكأنهم سبحانه وتعالى آيات نزلوا من السماء. مع العلم هسه لو أريد الناظر الناس اللي يدافعون عن هؤلاء كيف الحكم في بلدان المدافعين عنهم يعني مثلا لو ناخذ السعودية موجودين بها 5000 أمير هؤلاء اللي يدور فلك السعودية فيهم في هؤلاء الخمسة يعني 5000 يعني بعد وكأن ماكو غيرهم هؤلاء. أما الكويت أو البحرين أو قطر أو ما شابه ذلك فلذلك أليس الأولى أن رسول الله سبحانه وتعالى وجه أن هو القدوة وهو مولانا وهو نبينا وهو الذي أنزل عليه الله سبحانه وتعالى القرآن أن نقتدي بأقاربه كما موجود في الدول التي تدافع عن هؤلاء الأربعة بما أن أقاربهم وأصدقائهم ومن معارفهم وولدهم يحكمون ويديرون شؤون الأمة كأن يكون مثلا السعودية 17 مليون يديرهم 5000. احنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا الانسان الكريم اللي سبحانه وتعالى انزل عليه القران على الاقل نحسن الى اقاربه الى اهله ويكون هذا هو السبيل لغرض الشعور ان هذه المنظومه الالهيه سبحانه وتعالى اللي يكون لها الامتداد والوصول الى الطريق الصحيح الى يوم القيامه سبحانه وتعالى. فكيف هذا يعني ما تشوف المبرر الواضح للدفاع عن هؤلاء وترك هذه العترة الطاهرة سلام الله عليهم. سلام ما أطول عليكم أفتح المجال للإخوان أشكركم. مشكور بارك الله فيك. بارك لكم هذا الشهر. أحسنت أخوي أبو محمد وهذا كلامك ينبع من قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. ناخذ مكالمة من حسن أبو علي من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم أخ حسن موجود؟ السلام عليكم. الظاهر انقطع الاتصال من الأخ حسن أبو علي من الكويت. تحولون لي بعد مكالمة
ولا نجاوب؟ نبدأ نجاوب، وخلوا شوي مكالمات تنتظر. سمعت الشيخ، الأخت أم محمد، صراحة أم أحمد من الكويت، نشكرها ونشكر اتصالها الجيد وكلامها اللطيف، وتقول يا ليت كنا نعرفكم أيام الكويت لأن الإعلام كان مغيبكم. وأنا أقولها الحجية، أنا كنت أعرف سماحة الشيخ أيام الكويت، وكنا نروح بديوانية هيئة خدام المهدي بني دلقار ونسمع الأحاديث والطرح الجيد هذا، وما تمسكنا بهذه الهيئة وبهذا المنهج إلا أن تعرفنا على سماحة الشيخ أيام الكويت. فالظهر ما صار توفيق وتعرفتوا عليه وأخذتوا من هذا العلم الجيد أو العلم الغزير لسماحة الشيخ. سؤالها المباشر هو: ما هي أفضل الأعمال في رمضان، قراءة القرآن أم الأدعية؟ يعني ورد في الروايات الشريفة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ما مضمونه إن أفضل الأعمال في شهر رمضان الورع عن محارم الله. هذا ما جاء عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أما العبادات، يعني الأعمال العبادية، فلكل فضل، والصلاة خير موضوع. وهنالك أيضا حديث عن أن أفضل الأعمال في ليلة القدر طلب العلم، فلكل عمل فضله ومناسبته، فما كان في ليلة القدر غير ما كان في غيرها. ولا شك أن الصلاة خير موضوع، فالصلاة من أفضل الأعمال، وكذا قراءة القرآن وما هنالك. أما أنه نقطع بأن عملا ما هو خير أو أفضل أعمال شهر رمضان، فلا نعد قول نبينا صلى الله عليه وآله حين قال: أفضل الأعمال في شهر رمضان الورع عن محارم الله. أنا أيضا أشكر الأخت المكرمة على إطرائها، وألتمس منها ومن جميع أهلنا في الكويت أن يدعو لنا إن شاء الله تعالى، وأن يقر الله أعيننا وأعينهم برؤية إمامنا صاحب الأمر ظاهرا مظفرا بيده تلك الراية المقدسة التي ينتظرها جميع أهل الأرض لكي يتخلصوا من الظلم والجور إلى الأبد إن شاء الله تعالى. أحسنت سماحة الشيخ. الأخ يوسف من فرنسا كانت عنده مداخلة نوعا ما طويلة، بس حبيت أخذ رؤوس الأقلام اللي تفضل فيها. يقول: نتقاتل بيننا أو نتناقش بيننا، ولكن لا نتقاتل حتى لا يظفر اليهود بذلك. إذا أخطأ على حد قوله السنة يسامحونهم الشيعة، وإذا أخطأ الشيعة يسامحونهم السنة. لا فرق بين الأبيض والأسود والعربي والأعجمي إلا بالتقوى. وكذلك يقول: إذا هناك لديك إشكال على حد تعبيره أحد سني، أخذه وتحاور معه، أفضل من أن نوجه لهم الانتقاد الشديد وتقول له أنت أخطأت في هذا، وهو يقول لك أنت أخطأت بذاك. فهذه وجهة نظره، ويا حبيت توضح إن شاء الله. يعني أنا على الإجمال لا أعارض كلام الأخ الكريم، وعلى العكس أوافقه، وأظن أن هذا الذي نصنعه الآن هو مصداق لما يدعو إليه. نحن إذ نرى في الطائفة الأخرى أخطاء، سيما في عقيدتها، فإننا نحاول أن نبين لهذه الطائفة، لأبناء هذه الطائفة، أخطاءها، لأننا نخشى عليهم النار بصراحة، ونريد لهم الخير ولا نريد لهم الشر. الرواية الشريفة تقول: الصديق من صدقك. لابد أن أصدقك، فإذا وجدت عندك خطأ ما فإني أنبهك على هذا الخطأ، وإلا لا أكون صديقا حقيقيا لك.
ومن هنا نحن نرى مثلا أن أبناء الطائفة الأخرى ما زالوا يوالون ويحترمون أناسا غضب الله عليهم وخانوا رسوله صلى الله عليه وآله، وعادوا أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم وقتلوهم وأحدثوا في الدين وأفسدوا في البلاد والعباد. واجبنا أن ننهى عن هذا المنكر وأن نبصر أهل الخلاف بهذا، فنطرح أوراقا بحثية نناقش فيها بعضا من آيات القرآن الحكيم والحديث الشريف، ونخرج هذه الحقائق أمام أعين العامة كنقاش علمي حر، والأمر متاح لكل إنسان في أن يأخذ بهذا أو لا يأخذه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. المشكلة هي في الواقع في الطائفة الأخرى، أو بالأحرى في رموز الطائفة الأخرى أو كبرائها اليوم، وفي حكوماتها وفي مشايخها وقصاصيها وأبواقها الإعلامية. هؤلاء لا يريدون لكم أن تسمعوا منا وجهة النظر هذه، نحن كل الذي نريده فقط أن يصل صوتنا لا أكثر ولا أقل، كما أنه متاح مثلا أن تنشأ وسائل إعلام أو قنوات فضائية أو مجلات وصحف تدافع عن عائشة مثلا أو تدافع عن أبي بكر وعمر. هنالك وجهة نظر أخرى لطائفة من المسلمين تهاجم هؤلاء وتعبر عن انتقاداتها لهؤلاء ومطاعنها في هؤلاء، ولماذا يدعون الناس إلى عدم احترام هؤلاء أو إلى عدم موالاتهم. فكل الذي نريده أن يتاح لنا هذا الحق أيضا، أن لا تختزل الأمة في لون واحد في صوت واحد. هنا الإشكال، لا يسمح لنا مثلا في بلادنا أنه ننشئ وسائل إعلام تعرض التاريخ الحقيقي لأبي بكر وعمر وعائشة وتبين حججها في الحكم عليهم أنهم في النار. هذه الحجج لابد أن تعرض، من كان له رد فليرد فليناقش، ما عندنا أي مشكلة، ولكن لماذا أن تحرم الأمة من سماع وجهة النظر هذه؟ لماذا يعني؟ ما هل في ذلك صلاح للأمة أن الأمة يغيب عنها الصوت المعارض لحكومة السقيفة ومن جاء بعد السقيفة؟ نحن نمثل المعارضة الإسلامية، هؤلاء يمثلون الموالاة للحكومات، الحكومات التي جاءت بعد النبي صلى الله عليه وآله والوها ويعني دعموها وآمنوا بها، والإشكال الكبير هو أنهم أسبغوا عليها هالة من القدسية. نحن لا نتعامل مع من جاء بعد النبي صلى الله عليه وآله من الحكام على أنهم حكام سلاطين، يعني ليس لهم مرتبة دينية، يعني الذي ثبتت مرتبته الدينية هم أئمة أهل البيت الشرعيون صلوات الله عليهم، الذين نص النبي صلى الله عليه وآله عليهم وأمرنا بأن نتمسك بهم وأن نأخذ ديننا منهم. من عدا هؤلاء كأمثال أبي بكر وعمر وعثمان ومن أشبه، نتعامل معهم على أنهم حكام، يعني أبو بكر مثل القذافي مثلا، عمر مثل علي عبد الله صالح مثلا، عثمان مثل مثلا افرض الآن من يكون مثل حسني مبارك كان مثلا أو بشار الأسد أيا يكون، نحن نتعامل مع هؤلاء على أنهم مجرد حكام، لذلك ننتقدهم، نعتبر أنفسنا في صف المعارضة. الشيعة طوال عمرهم كانوا في صف المعارضة أساسا، لماذا سموا بالرافضة؟ لأنهم معارضة، يعني يرفضون الحكم، هذا اللي موجود. لما تأتي الطائفة الأخرى وتقول أنه لا، هؤلاء ذووا مراتب دينية، توضع أحاديث على لسان النبي صلى الله عليه وآله، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر مثلا، فيعطون هالة دينية معينة، كرامة دينية، مرتبة دينية. نحن نقف أمام هذا الشيء، نقول لا، يعني ما يحق، لا يحق لكم مثل هذا، ونفند هذه الروايات الموضوعة على لسان النبي صلى الله عليه وآله، نقول أكاذيب وترهات وإلى ما هنالك، كما نكشفه في أوراقنا البحثية هذه. هذا أمر صحي، يعني هذه ظاهرة صحية، جيد أن تسمع هذه الأمة المخدوعة التي خدعتها السياسة والحكومات طوال 1400 سنة أن تسمع وجهة النظر هذه وتطلع على هذه الحجج
ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني ماكو مانع أنه من يريد أن يرفض يرفض وهو آمن وهو حر. ولكن الإشكال، كل الإشكال، أنكم تمنعوننا من أن نوصل صوتنا إلى الجماهير. أضطر أنا مثلا أن أهاجر من بلادي، آتي إلى بلاد الغرب حتى أتمكن من أن أقوم بدوري هذا. لما لم يسمح لي مثلا كما يسمح لذلك الطرف في بلادي الذي يدافع عن هؤلاء أنه أنا يسمح لي أن أنتقد هؤلاء، أن أهاجم هؤلاء؟ أنا المعارضة وهو مع الحكومة، أنا شنو أسوي؟ أنا لي الحق، أنا معارض لي الحق أن أتكلم. أنا أعارض تاريخ 1400 سنة من الزيف والانحراف والخداع والدجل. فكل الذي نريده أن يكون هنالك مساحة حرة في النقاش، ننصح بعضنا بعضا، أنت هم تعتبرنا نحن مخطئين، نحن على ضلالة، انصحنا ماكو مانع، نسمع منك أهلا وسهلا. ولكن لا يتحول كل ذلك إلى تأليب وإلى يعني نار تشعل هنا وهناك، وأنه يعني يتم يعني استفزاع الناس واستخدام القوة والعنف في مواجهة هذا التيار في الأمة. دعونا نكون أكثر صراحة مع بعضنا بعضا ونمضي في هذا الطريق، والله عز وجل هو الذي يحكم بيننا يوم القيامة. إنما المهم في الدنيا أن نتعايش، نتعايش سلميا وبروح طيبة بعضنا مع بعض، نصبح جيرانا، نتساكن ونتعايش، لا مانع من هذا. فلذلك أنا في إجمال ومؤدى كلام الأخ الكريم أنا معه وأنا أؤيد هذا الأمر، وإن شاء الله تعالى الخير كل الخير يقع في هذه السنوات المقبلة. أحسنت شيخنا بارك الله فيك. ناخذ اتصال من الأخ أبو حسن من الجزائر، ونعتذر على أن انتظر كثيرا على الخط. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله. مرحبا بكم يا غالي. حياك الله. رمضانكم كريم. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. ان شاء الله. انا مع الشيخ سماحة الشيخ، يعني انه في القرن 21 غير مسموح ان نموت واحنا على جهل. يعني الواحد لازم يكون على دراية في الامور. نعم. الو؟ نعم معك تفضل. عندي سؤال يعني حبيت استخدم. الو؟ نعم تفضل. اي نعم قاعد نسمعك تفضل. استفسر من سماحة الشيخ في حديث انت بمكانة هارون من موسى. نعم. هل يوجد هناك علاقة بين مثل في الديانة اليهودية ان الحاخام يكون من ذرية هارون؟ نعم. وشكرا. اوكي ان شاء الله حياك الله. بارك الله فيك، وإن شاء الله نوجه هذا ونعتذر ثاني مرة على الإطالة، وحتى نعتذر حق الأخ أبو علي من الكويت الآن كذلك من مدة على الخط. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام خاص للشيخ ياسر حبيب الشجاع البطل اللي سوى ثورة كبيرة في العالم الإسلامي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا والله أنا بنفسي يعني في ناس اهتدوا لمذهب أهل البيت، ويعني الحمد لله رب العالمين ناس تشيعوا، ما أقول لك على إيدي بس بهداية الله سبحانه وتعالى. الحمد لله هنيئا لك. اي نعم. لكن الحين بديت انا يعني بنفسي انا استفسر، اقول الحين العالم يعني متضايقين من الاسلام السني هذا لعدده مليار وثلاثمية مليون. الحين نعم. في ناس مستضعفين ومظلومين، لكن يعني في اشياء في الاسلام يحتاج الى تطوير واجتهاد. يعني مثلا الحين الاسلام مفروض يكون يعني في اشياء واضحه اكثر من الديانات الاخرى، ولا تشوف فيها اشياء مبهمه؟ نعم. يعني مثلا الحين تاريخ الاسلامي او يوم رمضان او يوم مثلا واحد لما بيروح زياره، او مثلا يركب الطياره يبي يقصر في الصلاه ولا ما يقصر في الصلاه، وتعرف قبل كان جمال، الحين راكبين الطائرات.
نعم. فيعني المسلمين يعني مو بس يعني الحين استغفر الله، يعني الحين يعني حتى الإنسان لما يكون معارض يروح في أوروبا، يروح أوروبا مثلا يقعد فيها ولا لا سمح الله يعني يسيئون له ويضايقونه، يعني ممكن يوصل لحد أنه يعني يدمرونه. فالإنسان يعني الإمام علي عليه السلام حتى معاوية الملعون كان يقول يعني ما أدها معاوية، هذه مميزاته وهي سلبياته. فلكن يعني مذهب التشيع اللي الحمد لله رب العالمين هو مذهب الحق، لكن في هذه في جمهورية إسلامية الحين قاعد تظلم، هذا أكبر مثل لأنهم قاعد يظلمون. والمسلمين الثانيين السنة أخو قاعد يفجرون في العالم، يعني لا مخلين لا النفق لا شارع لا مسجد لا حسينية لا، يعني يوميا في باكستان وبنغلاديش. أنا يعني أبي أعرف لمتى المسلمين هذا نزل الإسلام دي الرحمة؟ وبعدين الله سبحانه وتعالى نزل 124 ألف نبي، كم كان عدد سكان الكرة الأرضية عشان ينزل 70 نبي في قرية وذا الكفل يكفلهم؟ الحين وين المعصوم؟ المعصوم طبعا صاحب الزمان عليه السلام سلام الله عليه. لكن ليش 1400 سنة ما يعني المعصوم يعني 1000 تقريبا 250 سنة الناس إمام المهدي اختفى، فالحين ما نشوف معصوم نسأله عشان نعرف الحق والباطل؟ يعني شو السبب أن الله الحين في أشياء غيبيات إحنا ما نعرف، وما يعني وما أوتيته من العلم إلا قليلا، بس الله بس إمام علي كان يقول اسألوا عن الله. الحين شو السبب أن 1200 سنة واحد ما يعرف شنو الحق والباطل؟ وهذا الصعلوك اللي يطلع في التلفزيون هذا الهاشمي اللي يوميا قاعد يحاورونه، يا أخي إنسان معاند بس يبي يعرف أن يكره العالم في الشيعة. الشيعة ما يفجرون، الشيعة ما يقتلون، لكن السنة يا أخي في كل بقاع الأرض مو مخلين شيء، يعني لا قطار ولا النفق ولا الشارع ولا شيء. وبعدين الحين لو تفرق بين السنة المعتدلين والسلفيين الوهابيين، يا أخي يبين أن السلفيين الوهابيين إذا واحد ما عنده أي أدنى معلومة يا أخي شكله مثل الشيطان. أنت طلع لي واحد سلفي وهابي يطلع نور في وجهه، يا عمي يا عيونه ما أدري كيف، يا ظلام في وجهه، والله حتى استغفر الله اللي يعبد البقر شكله نور الله نزله. أحسنت أبو علي، بارك الله فيك أبو علي. العلماء الثانيين يعني الأزهر وذيل أكثر نور لأن عندهم حبا شيئا ما لهالبيت. أحسنت بارك الله فيك شوي، لأن في إخوان على المداخلة لو تختصر. يعني أدري بس أنا بعرف يعني لازم الإسلام يعني الشيخ ياسر الحبيب الله يحفظه يبين للناس في أشياء تجديدية في الدين، أن واحد يعرف أن يعني الإسلام يعني في أشياء جديدة نستفيد منها. نعم. كلنا مستفيدين من الثورة الغربية، من الأقمار الصناعية، للتلفزيونات، للأشياء هذه. يعني المسلمين مفروض حتى في دينهم في الصيام. الحين واحد يصوم 17 ساعة في أوروبا 18 ساعة، ها؟ نعم. أو يكون يوصل سن البلوغ في 15 سنة، زين، ويموت بعد سنتين. يصوم 17 ساعة في أوروبا. مثل اللي يكون في الشتاء يبلغ سن البلوغ ويصوم له 9 ساعات. يعني صح الله عادل، بس هاي الأشياء مفروض الإنسان يعرفها، أن الله سبحانه وتعالى كيف يعني تقريبا راح يكون يعني مع الناس والعباد يحاكمهم. فإحنا نبي التجديد في الدين، أن نعرف أن الإسلام هذا يفيدنا. أحسنت، مو مبهم. أحسنت بارك الله فيك ونشكرك على مداخلتك، طيب الله انفاسك على الكلام اللطيف. وناخذ الاتصال من الأخ حيدر أبو صادق من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم أخوي عبد الله. علينا وعليك، تقبل الله أعمالكم إن شاء الله، كل عام وانتم بخير. الله يسلمك، الله يخليك. اريد من عندك ابتسامه اليوم، نهايا ما شفت ابتسامه من وجهك الحلو. خرجنا من جو عائشة المظلم يعني حقيقه. اي والله ترى بصراحه انا لاني شويه صحتي مو ذاك الزود ما ابتسمت، المفروض هالايام كلها ابتسامات، لان بدينا بالاحتفالات مولد الامام الحسن وهلاك عائشه. اي والله نعمت الله على عائشة نعمت الله على عائشة. عندي طلب من الشيخ العديل، تفضل. دعوة توجيه
إلى خطبائنا وأثمانية غرف البالتوك نعم أن يرتقوا إلى مستوى الحوار العلمي البناء. نعم. بعد الاطلاع ودخول غرف البالتوك وجدتهم معظمهم لا يرتقون إلى المستوى العلمي والحواري المطلوب. نعم. فإن المخالفين أسلوبهم المراوغة المقابل. نعم. والتشعب بعدة أبحار. نعم. حتى يخرجه من البحث. نعم. حتى يخرجه من البحث مع شديد الأسف. بعض المتاهات يخرجوا بدون أي جواب على بعض الأسئلة. نعم هذا أسلوبهم المعتاد عليه. إيه نعم والمصيبة والمصيبة المصيبة أو الطامة الكبرى المخالف يسأل ويقول له أنت شيعي والشيعة أنا عارف فيه شجاع جاوبني يقول له ما رأيك بعائشة لعنة الله عليها أم المؤمنين يعني مع الأسف أفا والله ما أنها ما نهجها من الشيعة هذه الحركات صراحة بعدهم يجاملون أخي لا 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 الله ولا يقول له هي عيوش أم الهالكين ومع كل الأسف يتطاولون على الإمام الحجة المنتظر عبد الله فرجه الشريف ويقولون يعني ما يحطون أصابعهم بعيون الوهابي كذا نعم وهم يجاملون ويتذللون كان في خضاع وتذلل إلى أبناء عيوش وذل وأحسف على الإطالة ورمضان كريم عليكم وعشيك بارك الله فيك كل عام أنتم بخير إن شاء الله الله يتقبل ومشكور على هذا الاتصال ناخذ اتصال من علي المالكي من بريطانيا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعلى ضيفكم الكريم حياك الله الشيخ العامل المجاهد عليكم السلام ورحمة الله حبيب وعليكم السلام تفضل أخوي علي الله يخليك أنا عندي مداخلة نعم ولربما المداخلة شوية بعيدة عن محور حلقتكم الليلة مو مشكلة بس مو بعيدة وايد وايد حاول تقربها هي أنا استخدم منبركم المبارك نصيحة للشعب العراقي من خلال هذا المنبر المقدس نعم قيادة الشيخ الحبيب الله يحفظه إن شاء الله لقل مثيله في وقتنا المعاصر نصيحة للشعب العراقي هو مخدوع بحكومة الحالية والأحزاب الشيعية ما يسمى بالأحزاب الإسلامية وهي أحزاب كل البعد عن الإسلام وعلى رأس الهرم هو حزب الدعوة لو يعرفون الشعب العراقي مدى خطورة حزب الدعوة على المذهب المقدس ومذهب أهل البيت ها للاطموا على رؤوسهم وخرجوا عراق لأن أول ما هذا الحزب أنا أعرف ناس بي وخالطتهم فترة من الزمن وعندي ولو أطيل عليكم بس هذا مسألة مهمة والله يا ليت ما أطيل لأن في أكثر من واحد على الخط أي والله يا ليت باختصار يعني بعطيك انا دقيقتين تقريبا تفضل يلا ان شاء الله انا اذبت غير مره تحب اكمل واخبركم غير مره لا تفضل كمل عندك دقيقتين اي انا عندي صديق هنا هو ابوه مجتهد متبعض فيكم وهو من رؤوس حزب الدعوه نعم اثر ابنه بعقائدهم الحقيقيه وابنه يعني انصدم بهالعقائد هم يعني ناس يعني ما يظهرون عقائدهم حتى للناس اللي أدناهم يظهرون عقائدهم فيما بينهم وللعناصر اللي تنتميلهم يعرفونها مخلطة لهالحزب أولا أو أول هم ما يعترفون بعصمة الأمة هاي وحدة ويقول له بينما هذا مجتهد ها مجتهد متبعض ما يعترفون بعصمة الأمة يقول له لأن رواد حديث والعلماء فيهم مو كلهم علماء يسميه علي إشحاق يسميه علي ها والباقر والصادق عندهم سلام الله عليه حتى الإمام الحسين عرفت شلون وهذا يعني ابنه انصدم دولة قطر
يقول ما عرفها دولة قطر دزت على أبوي اللي هو عايش بقم في درابي القم وعينته قاضي عندها، عينته هو شيعي وعينته قطر اللي هي معروفة بحكومتها من الحكومات الناصبة لشيعة أمير المؤمنين نصبته قاضي عندها. فهو هو كلم أبوه قال له أبويا بحكينا العامي قال له يا يابا هذا الثمن ثمراتك اللي تقتضي لهذه الوظيفة في قطر هي بيعك لولاية علي بن أبي طالب، بيعك لولاية علي بن أبي طالب فحز الدعوة وعلى رأسهم المالكي اللي هو مع الأسف مالكي من ولد عمنا وجرحني أنا قبل فترة اتصل بكم أخ الطبيب اللي مجتمع بهم في فندق في بغداد. نعم نعم. وأثنى على عائشة. نعم وصلتنا هذه المعلومة. أي أثنى على عائشة. نعم. أنا خاطبت جماعة عد العراقيين قلت لهم إذا هذا حزب إسلامي ويدعي أنه حزب إسلامي ها القرآن يقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الفاسقون. هاي هذه سورة المائدة على حسب علمي سورة 44 و45 و47 يراجعوها الناس، يعني هذا حزب إسلامي ويحكم بأحكام وضعية تعارض أحكام السماء. نعم. هل يسمى هذا حزب إسلامي؟ لا يسمى. ومشكور وصلت الفكرة إن شاء الله أخوي علي، بارك الله فيك ونشكرك على مداخلتك. وناخذ اتصال من الأخ عاسف من سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أخ عاصم تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم بهذه القناة. الله يبارك فيك حبيبنا. سيدي الكريم، عندي مداخل وسؤال. تفضل. إن سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام هو رمز الخير والعطاء والحب، وكل نفس كريمة مؤمنة بحكم فطرتها تشتاق لحب هذا الإمام العظيم. فلقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. لقد عشت يا سيد الكريم في روسيا عندما كنت أكمل بحثي في الدكتوراه في الفيزياء، ولقد نقلت لبعض أصدقاء الروس بعض عبارات وأقوال سيدنا الإمام علي بن طالب عليه السلام، فوجدت قلوبهم تضج حبا ووجدت عيونهم تلمع شوقا لذلك الإمام. فهذه فطرة الله في خلقه، لذلك أرجو منكم أن توسعوا دائرة بحثكم عظم الله أجوركم، وتصبح قناتكم الكريمة ناطقة بعدة لغات أخرى لكي يتعرف الخلق على عظمة أئمتنا عليهم السلام. السؤال، ما هي منزلة الحيوانات في الدنيا والآخرة من وجهة نظر الأئمة عليهم السلام، وكيف يحشرهم الله يوم القيامة؟ وهل يمكن أن نطلق عليهم لفظ الإيمان على أرواح الحيوانات؟ هل يمكن أن نطلق عليها لفظ الإيمان؟ والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخواننا توقفوا الاتصالات حتى يمكن ما بقى وقت حق الاجابات، اذا في وقت ان شاء الله نرجع الاتصالات مره اخرى. الاخ ابو محمد من السويد يقول لماذا الدفاع المستميت عن عائشه حفصه، ويقول اليس اولى ب على يعني تحدي تعبيره البكريون قصد السنه بدل لا يقتدون بحكامهم حكام آل سعود وحكام الخليج مثلا وحكام العرب، أن يقتدوا بأقارب النبي صلى الله عليه وآله ويحسنون لأقارب النبي صلى الله عليه وآله، لقوله تعالى قل لا أسألكم عليه إلا أجرا بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربة. هذا كان سؤاله. يعني الأخ يبدو كلامه أقرب إلى المداخلة من السؤال.
وجزاه الله خيرا، هي نكتة وإلفات طيبة. وأرجوكم أنه يعني اختصارا للوقت المداخلات لا نعلق عليها، وإنما الأسئلة مباشرة حتى نتيح مجال أكثر إن شاء الله للأخوة. أحسنت شيخنا. طبعا الإخوان دائما يبتدؤون بموضوع سؤال، وهو من تشعب السؤال إلى أكثر من مكان فيعطي طابع المداخلة. عند مثلا أبو حسن من الجزائر يقول أن حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وذكر أن الحاخام في اليهود يكون من ذرية هارون، وهذا كذلك أقرب للمداخلة من السؤال. والأخ أبو علي من الكويت كانت لديه مداخلة مطولة، وطبعا أنا ما أعتبر السؤال لأنه يعني دخل بأكثر من موضوع، وكلها يعني أحتمالنا مداخلات ومعلومات استفاد منها المشاهد إن شاء الله. الأخ حيدر أبو صادق من بغداد كان عنده مناشدة أنكم توجهون الخطاب إلى الآدمنية والمحاورين في غرف البالتوك لكي يقووا معلوماتهم العلمية ويستطيعون أن يبحثون بحث علمي جيد، لأن كطبيعة البكريون يتملصون ويراوغون في المحاورة ويدخلون في أكثر من اتجاه، لذلك لا تجد عند الذي ليس لديه قوة علمية بالرد ويعني ومعرفة كيف يستطيع أن يحاورهم بمراوغاتهم الكثيرة. ويقول كذلك لديهم ضعف طرح عندما يعني يناقشونهم بموضوع عائشة وحفصة وأبو بكر وعمر، فيتهربون من اللعن منهم، ويقولون في بعضهم بعد يقولون رضي الله عنهم. أنا شخصيا مرة بالبالتوك في أخ مشكلة شيعي وقاعد يتحاور أنه يبي يبعد شبهة الزنا عن عائشة، وأنا سمعته بإذني أنه قال أن عائشة أشرف من أمي، ومن يومها أنا ما دخلت البالتوك. يعني قلت له هذه أمك صراحة راح تشتكيك إلى الله يوم القيامة لأنك شبهت عائشة بأنها أشرف منها، فيبي منك توجيه لهؤلاء الأخوة في البالتوك. يعني الذي أنصح به حقيقة التعبئة العلمية القوية. الملاحظ اليوم أنه يعني ليس فقط من هم في الإنترنت، وإنما حتى بعض المتصدين في الفضائيات وما أشبه يفتقرون كثيرا إلى العمق العلمي، ولذلك تقع منهم أخطاء، وأي أخطاء تسبب كوارث في الواقع. فمن المهم جدا التعبئة العلمية الجيدة. من المهم أيضا يعني معرفة فن المناظرة والحجاج والجدال بالتي هي أحسن، كما طرحنا في إحدى محاضراتنا أنه نحن بحاجة حتى في الحوزات إلى يعني أن يدرس فقه الجدال بالتي هي أحسن، أنه كيف يكون، لأنه مع الأسف هم هذا مجهول وفيه نقص شديد في جانب يعني التعليم واكتساب العلم والمهارة في هذا الشأن، مما يساعد على أن الإنسان يعرف الأسلوب الأمثل في محاورة خصمه، أنه أولا يشخص أن الخصم هذا من هو وبأي نبرة يجب أن يعامل. نحن مثلا حين نلاحظ مثلا أسلوب الأنبياء صلوات الله عليهم وأسلوب الأئمة عليهم السلام، نجد أنه كان يختلف من مقام لمقام على حسب المحاور أو على حسب المناظر أو على حسب الملاجج. كانوا مثلا يتعاملون مع القابل للهداية بنبرة ما، يتحدثون معه بنبرة ما، فيما ذلك المعاند يتحدثون معه بنبرة أخرى، ذلك الظالم مثلا يتحدثون معه بنبرة ثالثة، وهكذا. فلما يقع خلط واستخدام أسلوب واحد مع الجميع هذا غير صحيح،
ثم هذا كله يختلف عما لو كان حديثا عاما، أعني أن الخطاب خطاب موجه لجمع، موجه لأمة، أيضا هذا له ضوابطه وله فنياته. مما يساعد هذا المناظر أو هذا المتصدي للتبليغ على أن يتمرس ويتمهر في هذا الجانب مطالعة المناظرات التي جرت بين أئمتنا عليهم السلام ومخالفيهم، وكذا بين كبار أصحابهم وتلامذتهم. في هذا الشأن مثلا أني أتصور هكذا، أنه لا يصح لأحد أن يتصدى لمثل هذه المناظرات والمحاورات دون أن يكون قد درس، ولا أقول قرأ فقط، درس كتاب الاحتجاج، أي تدبر فيه. كتاب الاحتجاج للطبرسي عليه أن يقرأه من أوله إلى آخره مع التدبر. كذلك يقرأ مثلا المناظرات التي مثلا وردت في كتاب مواقف الشيعة مثلا للميانجي مثلا، كذلك عليه أن يلاحظ مثلا هذه الأمور. فإذا ركنان: التعبئة العلمية والتمرس من خلال معرفة فن ومهارة الجدال بالتي هي أحسن وكيف يكون. الركن الثالث وهو مهم جدا ويغفل عنه الكثيرون، هو أنه يتحلى هذا المحاور بمنتهى الثقة بالنفس والشجاعة والجرأة في طرح الحقائق، وأن يتخلى كلية عن التقية في مثل هذه الموارد. أساسا هذه مسألة يغفل عنها الكثيرون، أنه لا تجتمع التقية مع التبليغ. إذا لاحظنا نحن روايات أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أقوال الشيخ المفيد مثلا، سيرة كبار المناظرين من تلامذة الأئمة عليهم السلام، نجد أنهم حين يتصدى الواحد منهم للتبليغ فإنه يوصى بترك التقية أصلا، أو أن التقية تنتفي في حقه، لابد أن يمد رقبته للسيف، لأن أمر التبليغ لا يتم على وجهه الأكمل إلا مع ترك التقية. وإلا إذا كنت تعمل بالتقية في مسألة التبليغ، في التصدي للتبليغ، فتكبل نفسك، تقيد نفسك، فتعطي معلومة خاطئة، يكون الحق الذي تقوله حقا منقوصا. والأئمة عليهم السلام كانوا أحيانا يذمون، أو مثلا نستطيع أن نقول هكذا، يعاتبون بعضا من أصحابهم ممن كانوا على حسب كلام الأئمة عليهم السلام على ما ببالي في الروايات أنهم يقولون الباطل في صورة الحق أو العكس هكذا. هذا أحد موجباته أنه كان يكبل نفسه بالتقية مثلا، فلا يتمكن من أن يقول الحق كل الحق، فيكون الحق منقوصا أو مشوها، فينطبع في ذهن المقابل انطباعا سلبيا لا انطباعا إيجابيا. علينا أن ندقق في هذه المسألة. أنصح الإخوة المؤمنين أن يلاحظوا محاضرتنا التي هي بعنوان فقه الجدال بالتي هي أحسن أو شيء من هذا القبيل، لا أتذكر عنوانها، المهم كانت تتحدث عن الجدال بالتي هي أحسن. وكذلك محاضراتنا في تحرير الإنسان الشيعي، سلسلة محاضرات نقلنا فيها شيئا من محاضرات، ويعني أصلنا فيها لكيفية مخاطبة الآخر، ونبهنا فيها على هذه الأمور، وذكرنا مثلا أقوال كبار علمائنا كأمثال الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، الذي فصل وشرح لنا كيف أنه في زمان الأئمة عليهم السلام مع كثرة توصيتهم بالتقية لعموم شيعتهم، إلا أنهم كانوا يستثنون جماعة ممن يكالمون الخصوم كما يقول الشيخ المفيد، أمروهم الأئمة عليهم السلام بمكالمة الخصوم ورفع التقية. ليش تكالم الخصم، أي تتحدث تناظر الخصم وترفع التقية؟ لأنه لا يجتمعان، لا يجتمعان. فهذه ثلاثة أركان وتوصيات
والكلام في هذا الشأن يطول، وإن شاء الله الإخوة المؤمنين الذين يتصدون لمثل هذه الأمور يلتفتون جيدا إليها. التعبئة العلمية واكتساب المهارة في يعني في المحاججة، والتحلي بالثقة والشجاعة بالنفس وترك التقية. أحسنت سماحة الشيخ، بارك الله فيك على هذا الجواب. ناخذ اتصال من الأخ سليمان من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك وش أخباركم؟ حياكم الله. أعطاكم خير. حياك الله أبو سليمان. عندي سؤال. نعم. إحنا اللي نعرف إذا الله يكلمنا كان نقرأ القرآن، وإذا كنا نريد أن نكلم الله نقول الدعاء أو نصلي. نعم. واللي نعرفه بالأكثر أن القرآن الناطق هو الإمام علي. نعم. أو أهل البيت. نعم. الحين لما نكلم نبي موسى الله، هل هو كلمه الإمام علي أو أهل البيت؟ أو بالنسبة حق رسول الله بالإسراء والمعراج قاب قوسين أو أدنى، لما كلمه الله هل هو كلمه الإمام علي؟ لأنه هو القرآن الناطق وهو الكلام الله. فهذا الاستفسار. إن شاء الله بارك الله فيك. حياك الله. الثاني اللي أحب ذكره. إي نعم. إن إحنا دائما تطالبون إن نجهر بالحق. نعم. ولكن أنا أشوف إن قاعد نجهر بالحق على ناس ميتين. أنتم مراضين تقبلوا من عندنا إنه نطرح أسامي الناس الحيين، بس هذا الإشكال البسيط. هل نقدر نقول أسامي الحاضرين العايشين ولا ما ترضون؟ ليش يعني واحد يعني قايل اسم وما حد قال لك لا؟ أنت يعني أنت دائما ترفض، لا تبون أسامي. أنا قلت لا تبون أسامي. أنا قلت لا تبون أسامي؟ إي يعني كذا واحد أنا سمعته يتصلون، وهذا دائما تقول رجاءً لا تطرحون أسامي. لا أنا أقول لا تطرحون أسئلة عن الشخصيات في هذا البرنامج. الشخصيات؟ إي ممكن باشر يعني أنت الحين دقيت علي وسألتني عن مثلا إيش رأيك بجيراننا فلان الفلاني؟ ما إذا تتطرق الواحد، إحنا ما إذا واحد بيسأل عن شخص كل واحد يعني أنا صراحة يسألوني عن شخصيات أنا أول مرة أسمع عنها. فيبي لنا بحث ويبي لنا اشياء اساس ان نقدر نجاوب على هذه الشخصيه لا اكثر ولا اقل. صح فهمت الحين وصلت يا ابو سليمان؟ لا انا الحين اهم شيء المسائل العقائديه. اي نعم اذا انت بتسال كل واحد عنده شخص. اي اذا كل واحد نعم اذا كل واحد عنده شخصيه معينه بيسال عنها البرنامج يصير كله عن الشخصيات. فلذلك احنا عندنا الأسئلة العقائدية والفقهية بعد قاعد يسألون أهم من هذه الأسئلة. صح ولا غلط؟ أنا ما علي من الشخصيات، أنا أهم شيء شخصيات أهل البيت، أما غيرهم ما علي. أي عيل تسألنا عن شخصيات أهل البيت وقلنا لك لا تذكر أسامي؟ لا 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 حشا لله، بالعكس. الحين بس هذه الاستفسارات اللي الحين أنا اللي دائما أطرحها دائما تكون راح تكون عقائدية 100%. مشكور سليمان حبيبي، شكرا على مداخلتك، بارك الله فيك. ناخذ اتصال من الأخ يحيى رياض من يحيى من الرياض عفوا سوري. السلام عليكم أخ يحيى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حياك الله أخوي. السلام عليكم أولا. وعليكم السلام ورحمة الله. حييك وحيي الشيخ. الله يحييك إن شاء الله. والله يا أستاذي لا أدري ماذا أقول، أنا تابعت القناة من فترة قريبة. نعم. والإشكال يعني أنا من الرياض ومجتمع سني وسني وخريج جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نعم. ولكن من خلال يعني ملاحظاتي ووجهة نظري أرى أن الإشكال في الفرعيات التي أصبحت من الأصوليات، وجهات النظر والأخلاق التي أصبحت عقائد وأشياء كبيرة وأشبه بالأركان كأركان الإسلام، وهذا كله من التناحر المذهبي والصراع المذهبي يعني القائم الآن والذي يتفاقم جيلا بعد جيل. يعني إذا كانت المسألة مسألة فرعية تخص السنة والفرقة الأخرى نسميها فرقة الشيعة
ترى عكس بعض، أصبحت هذه عندنا من العقائد أن تعتقد بذلك لأن الفرقة الفلانية تعتقد خلاف ذلك. وهذه مشكلة نعانيها في مدارسنا وفي جامعاتنا وفي مجتمعنا وفي مساجدنا. وفي المقابل أيضا الفرقة الشيعية كمان لي عليها بعض المآخذ، وهي نفس الوضع، يعني نفس الآن البرنامج هذا أنا لما أخذ هذا الشيخ، وهو المقدمة كانت قاسية بعض الشيء، هو يقول يتكلم عن التعبئة العلمية الهادئة والجدال بالتي هي أحسن، ولكن أنا ألاحظ بعض الشدة في كلام الشيخ، يعني لعن الله على من والى أو لم يترضى عن عائشة وأبو بكر وعمر. طيب أنا لدي ثلاثة أسئلة للشيخ، وهي السؤال الأول: ما هي النتائج الفعلية والإيجابية التي ستحصل من سقوط عائشة وأبو بكر وعمر وعثمان؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: بحكم أننا مؤمنون بالمهدي والإخوان الشيعة مؤمنون بالمهدي، أسأل الشيخ ما هي، أن يظهر لنا ما هي الفروقات بين المهديين، ولماذا بروز مهدي الشيعة على الساحة أكثر، دائما نسمعه دائما يعني بارز على الساحة أكثر من مهدي السنة، مهدي السنة لا يكاد يذكر يعني. هذا السؤال الآخر. وعفوا، وهل الشيخ بحث في هذا الموضوع؟ نعم. السؤال الثالث وهو سؤالي عن خط آل البيت، خط آل البيت عليهم السلام، ما هي البركة أو الهالة، هناك هالة أو سحر أو سر في خط آل البيت، سيرتهم، تاريخهم، يعني تاريخهم دائما يذكر بالحسن وبالخير ولا يكاد يعني يظهر منهم أي سوء أبدا، بعكس سير الآخرين يعني كالصحابة والتابعين وغيرهم، يعني ما هو السر في خط آل البيت فقط يعني. نعم، هذا سؤالي وشكرا لك. أحسنت، الشكر لله، ونشكرك على مداخلتك، وإن شاء الله نبي جواب تفصيلي من سماحة الشيخ. أخواني، لو ما باقي من الوقت تقريبا 20 دقيقة شيل بس المكالمات، لأن عندنا أكثر من سؤال، ممكن ناخذ اتصال واحد. يلا، الأخ عقيل من البصرة، السلام عليكم. الأخ عقيل من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم. أخ عقيل معنا؟ السلام عليكم. انقطع الاتصال. سمحت الشيخ، طبعا في عندي أنا مداخلتين قبل مداخلة الأخ الأخير اللي اتصل من الرياض، ناخذهم على السريع. اللي هو أخ عاصف من سوريا يقول: ما هي منزلة الحيوانات في الدنيا والآخرة، وهل كريم الذي اتصل أخيرا من الرياض، يعني والإخوة الشيعة كما قلنا سابقا يعذروننا دائما على أنه نقدم مداخلات أو أسئلة يعني الآخرين، لأنها قد تكون أحرى بالإجابة، والشيعة بيننا وبينهم ميانة فيقبلون يعني هذا الشيء. إذا ممكن تقدمون هذا السؤال الأخير، تفضل، وإن شاء الله إذا ما في وقت نأجل السؤالين إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. نعم، وصلتك كل الأسئلة سمعت شيخ ولا أعيد لك إياها؟ لا بس، يعني الأخ الكريم طرح، ممكن إذا ممكن تعيد لي الأسئلة الثلاث باختصار حتى أجيب على كل واحدة منها. نعم، هو بالبداية طبعا كانت عنده مداخلة وكان يستشكل على طرحكم الشديد، المقدمة كانت قاسية لأنك تتفضلون تقولون الجدال بالتي هي أحسن، ولكن أرى الشدة من الشيخ عندما يطرح الشخصيات الإسلامية. والأسئلة الثلاثة كانت الأولى: ما هي النتائج الفعلية والإيجابية التي تحدث عندما نسقط شخصيات كعائشة وأبو بكر وعمر؟
السؤال الثاني، بالحكم أننا نؤمن بالمهدي وأنتم كذلك تؤمنون بالمهدي، لماذا يظهر على الساحة دائما؟ خلونا بالسؤال الأول الآن. أوكي تفضل سمحت. وثم ننتقل للسؤال الثاني. حياك الله. تفضل. يعني أولا بالنسبة إلى شدتي وقسوتي على رموز الباطل والرموز التي يتشخص بها الباطل، فإني أحسب بل أقطع بأن هذه الشدة تتسق مع القرآن الحكيم ومع الأسلوب النبوي والأسلوب المعصومي، أي أسلوب المعصومين 14 صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا أمر أصلته وفصلته في سلسلة محاضراتي بعنوان تحرير الإنسان الشيعي، وبينت أنه لماذا يجب أن نستخدم شدة معقولة ولو في اللسان في التعامل مع الرموز التي يتشخص بها الباطل. والأخ الكريم وإن لم يكن شيعيا يعني على ما أفهم من منطقه إلى الآن، لكن إن شاء الله أسأل الله تعالى لي وله الهداية، أنه وإن لم يكن شيعيا إلا أني أظن أنه إذا استمع لهذه المحاضرات تحرير الإنسان الشيعي فإنه يفهم على الأقل نظريتي في هذا الشأن، وإن لم يكن يؤمن ببعض الأحاديث التي ربما ذكرتها، لكن على الأقل يؤمن بالقرآن الحكيم. وقد استخرجت من القرآن الحكيم موارد كان فيها شدة على الرموز التي يتشخص بها الباطل، هذه الشدة كانت مطلوبة. نحن لا نجد مثلا في القرآن شدة مثلا أقوى أو قسوة إنجاز التعبير على أكثر من أبي لهب الذي نزلت فيه سورة كاملة وفيها الدعاء عليه أنه تبت يدا أبي لهب وتب، ويثبت ذلك مع ملاحظة أن الرجل كان يعني عما لرسول الله صلى الله عليه وآله ورمزا من رموز قريش بالنتيجة. هذه الشدة عليه وعلى زوجته لا تفسير لها إلا أن الرجل شكل رأس حربة في مواجهة الحق، ولذلك لا بد في إسقاطه من شدة ما في التعامل. كذلك نحن مثلا حينما نقرأ عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله، وهذا أمر متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر حسان بن ثابت وغيره بقوله أهج قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل، هذا أمر متفق عليه يعني في عند كل الفرق أن النبي كان يحث على الهجاء، وهو يفسر أن ذلك فيه شدة عليهم فإنه أشد على قلوبهم من رشق النبل. لماذا كان يستخدم النبي صلى الله عليه وآله هذه الشدة اللفظية، هذه القسوة؟ السبب أن هؤلاء بالفعل شكلوا رموزا، رؤوس حراب تحجز ما بين هداية العامة وبين استقبالهم لهذه الهداية. هذا أمر ينبغي أن نلاحظه. اليوم إن كنا منصفين لا يمكن لنا أن نفر من حقيقة أن أبا بكر، عمر، عائشة، عثمان، أمثال هؤلاء، هؤلاء هم في الواقع الذين يمثلون هذا الجدار الصلب الذي يمنع من دخول بصيص النور إلى قلوب وأذهان أبناء هذه الأمة. الأمر واضح. ومن هنا أنا أنتقل أفسر لك، فسرت لك الآن أنه لماذا هذه الشدة وأنه لا بد منها، وهذا على الإجمال وإلا تفصيله في سلسلة المحاضرات التي سميتها لك. من هنا أنتقل إلى الإجابة على سؤالك الأول، وهو سؤال مهم. لماذا نهتم بإسقاط هؤلاء وما هي الفائدة أو الثمرة العملية عندنا؟ أتعجب من أنك تسأل هذا السؤال. لماذا؟ لأن منطقك منطق ذلك الواعي المتعقل المثقف، يفترض أن تجيب بنفسك على هذا السؤال.
إن إسقاط عائشة مثلا سيؤدي بنا إلى تصحيح عقيدتنا الإسلامية وإلى تصحيح شريعتنا التي نلتزم بها، أي تصحيح الأحكام، العبادات، المعاملات، العقيدة والعبادات والمعاملات والرؤى والممارسات التي نقوم بها. لو بقت عائشة على حالها معظمة، مبجلة، موثقة، فستبقى كل هذه الأحاديث والتعاليم التي جاءتنا عبرها. وهذا ما معناه؟ معناه مثلا بقاء الاعتقاد بأن نبي الله صلى الله عليه وآله حاشاه كان شهوانيا، كان لا يكاد ينفك عن مداعبة أثداء وأفخاذ نسائه ليلا ونهارا كما تروي عائشة، كان مهووسا بالنساء لا يصبر حتى على الواحدة منهن وهي في حال الحيض، فيأمرها بأن تتزر ليباشرها وهي حائض. هذا مما ترويه عائشة، وهذا فيه مس في النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وقدح لا في عصمته، إنما في كرامته وفي كونه رجلا سويا. بقاء عائشة سيبقي الاعتقاد بهذه الأكاذيب، وبالتالي يكون في عقيدتنا خلل في تعاملنا مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. نحتاج لأن ننزهه، فكيف ننزهه دون أن نكتشف أن عائشة كاذبة؟ لابد أن نسقط اعتبارها وإسقاط صدقها ووثاقتها حتى نستطيع أن نتجرأ في رد هذه الأحاديث. إن مشكلة الآن أبناء أهل الخلاف ما هي؟ أنهم يقرؤون البخاري يقولون البخاري ثقة. طيب، شيوخ البخاري ثقات الذين رووا هذه الأحاديث، الأحاديث التي تمس بكرامة وعصمة وفضيلة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فيصلون يقولون كل هؤلاء كانوا ثقات، إلى أن يصلوا إلى الرأس وهو عائشة. عائشة تروي تقول هكذا صنع بي النبي، قال لي اكشفي عن فخذيك، وهكذا صنع من أمور يعف اللسان عن ذكرها. فيقول لا أتمكن من رد هذه الأحاديث. أنا أجزم بأن كل من يقرأ هذه الأحاديث من أبناء أهل الخلاف، ممن يتحلون بحسن الضمير، بالضمير اليقظ، الضمير الحي، يشمئز من هذه الأحاديث. بالله عليك، أنت شخصيا لما تقرأ هذه الأحاديث التي تصور نبيك بصورة هذا المهووس الجنسي، ماذا تصنع؟ فتش في قلبك ترى نفسك تشمئز، لا تتحمل أن يتحدث عن نبيك هذا هكذا، لا تتحمل. ولكن مع ذلك لا تملك الجرأة على أن ترد هذه الأحاديث. لماذا؟ لأنك إن رددتها فمعنى ذلك تكذيب عائشة، هذا خط أحمر. نحن نريد أن نزيل هذا الخط، نقول تجرأوا، ثوروا على عائشة، فليكن عندكم شيء من الحرية والشجاعة الأدبية والعلمية أن تقولوا نعم عائشة كانت تكذب، والأمر سهل يسير بأن تبحث في شخصية عائشة وتنظر هل كانت بالفعل تكذب أم لا، تفتش جيدا، تبحث جيدا، تنقد، تكون ناقدا، ترى بالفعل أن عائشة باعترافها تعترف بأنها كانت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. اقرأ حديث المغافير، هي تقول فتواصيت، وفي لفظ آخر فتواطيت، أي تواطأت، أنا وحفصة على أنه أيتنا دخل عليها نقول له شربت عسلا، ونحن نعلم أنه كان يأكل، عفوا، شربت أو أكلت مغافير، ونحن نعلم أنه كان يشرب عسلا عند زينب بنت جحش. يعني تعترف بأنها كانت لا تتورع عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا تخشى عقاب الله عز وجل في ذلك. فإذا نفهم من هذا أن هذه المرأة بالفعل يمكن أن تكذب. إذا كذبت على الرسول في حياته فلماذا لا تكذب عليه بعد مماته أو بعد استشهاده؟ وأكثر من حديث عندنا يفيد هذا الأمر، والأحاديث صحاح،
مثلا في قضية أسماء بنت النعمان، أنها لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وآله ذهبت إليها عائشة وقالت لها إن المرأة يعجبها أنه إن النبي يعجبه أنه إذا دخلت المرأة عليه تقول له أعوذ بالله منك. ونعلم القصة فيما بعد أنه المرأة المسكينة المخدوعة هكذا هم صنعت، والنبي صلى الله عليه وآله طلقها، قال لها لقد استعذت بمعاذ. فعائشة هنا تكذب على النبي، تنسب إليه أمرا ليس صحيحا، كذبة، النبي لا يعجبه هكذا، تكذب على النبي. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الآن أترك هذا البحث أنه عائشة في الجنة أم في النار، هذا الحديث لوحده كاف في إثبات أنها في النار. أحاديث كثيرة عندنا تثبت أن عائشة ما كانت تتورع عن الكذب حتى على النبي صلى الله عليه وآله. لما كانت تتجسس عليه في الليل حين يذهب إلى مقبرة البقيع ويأتي ويسألها ما هذا النفس العالي، تقول لا شيء، هذا لا شيء، كذب على النبي صلى الله عليه وآله. إنها كانت تركض تهرول حتى تتتبع النبي وتتجسس عليه. فإذا من هذا، هذا كمثال فقط أطرحه لك، أنه من هذا نستطيع أنه نتحرر شوي، نحرر فكرنا وعقولنا، نقول نعم عائشة كانت تكذب، إذن هي ليست جديرة بالتصديق، هذا معنى إسقاطها، إسقاطها عن مرتبة الوثاقة، عن مرتبة الصدق. فنتحرر شوي، نتنفس، نرد هذه الأحاديث والأكاذيب على ساحة النبوة، نرد هذه الترهات، رضاع الكبير وما رضاع الكبير، نرد مثلا حديث أن النبي كان يعبس ويتولى في وجه الأعمى وأمثال هذه الأمور. فإذا إسقاط هؤلاء ليس الهدف منه هو فقط سقوط الشخصية بما هي هي، وإنما إسقاط التراث التي جاءت به هذه الشخصية، وهذا ينعكس إيجابا على تصحيح عقيدتنا ومسارنا وفكرنا وحتى عباداتنا، لأنه قسم من عباداتنا جاءت عن طريق عائشة، عن طريق عمر، هاي صلاة التراويح جاءت عن طريق عمر مثلا. فإذا نحن استطعنا أن نسقط هؤلاء فإنا سنصحح عباداتنا أيضا تكون موافقة لما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله. هذا جانب. جانب آخر، حتى لو افترضنا أنه لم يصلنا منهم تراث، إن مجرد موالاة الظالم والمنحرف والمنافق مبغوض عند الله، هذا أمر يقدح في إيمان المرء. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فتمسكم النار، الأمر واضح. فنحن إذا استطعنا أن نثبت أن أبا بكر، عمر، عائشة ومن أشبه هم ظلمة، هم منافقون، فمجرد موالاتهم هو أمر منكر، نحن بحاجة إلى أن ننزه أنفسنا عنه حتى لا نرد النار، الأمر واضح. فعليك هنا أن تفهم العلة من وراء طرقنا لهذه الأمور مع علمنا بحساسيتها، ولكن أمر لا بد منه. أحسن سماحة الشيخ، وإن شاء الله نحول السؤال الأخير إلى الحلقة القادمة إذا أحيانا الله. وما يسعني الآن إلا أن أشكر سماحة الشيخ ياسر الحبيب لتواجده معنا وإجابته على الأسئلة، وكما لا يسعني إلا أن أستغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.